السلام عليكم حبابي الصيادين، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم رانا البرومي جور تاع رمضان، ان شاء الله رمضانكم مقبول، ان شاء الله تصوموا بصحة ولهنا. المهم خوتي، اليوم غادي نديروا حاجة سبيسيال، راه بقالنا شوية تاع المرقو، قلنا نشبحوا به الميدة تاعنا ان شاء الله اليوم، بما انه رمضان نتفكروا ناكلوا شويه تاع الشوا تاع المرقو، باسكو رانا توحشناه، ولا سيزون تاع لاشاص راهي خلاصت كيما على بالكم. المهم جماعه ريحوا تفرجوا معنا، ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاعنا، ونقول لكم صحه فطوركم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، سلام.